النهارده هناخد جوله في شقه مميزه من اعمال مكتبنا زاندو اركتكتس. العميل بتاعها كان مميز جدا وكان عارف هو عايز يعمل ايه وكان عنده حس فني كده، فكان بيوجهنا في الاتجاهات الصح واحنا شغالين. طبعا النوع ده من العملاء هو اللي بيريحنا لانه بيوصلنا لهدفنا من غير اي مشاكل. الشقه مساحتها 180 متر. هنعرف تفاصيل كتير عن التحديات اللي قابلتنا واحنا شغالين في الشقه دي في الفيديو ده. سبورتنج شارع ابو قير، والمطل الرئيسي بتاعها هو نادي سبورتنج، فطبعا تعتبر من المناطق الهاديه. ولما جينا هنا بصينا على الفيو حسينا ان هي ممكن يجي منها جدا وتبقى بترد على الجو اللي موجود حواليها. اول ما جينا الموقع هنا استلمنا الشقه من العميل. للاسف كان البلان الاساسي بتاع الشقه مش مرضي بالنسبه لنا ولا بالنسبه للعميل، لان كان البروتوتايب اللي معمول هنا ان انت بتخش في حيطان كتير متكسره، في ابواب انت مش عارف بتأدي لفين، في صحيح 3 غرف في الداخل ولكن مش متوزعين بافضل صورة ممكنة. فاضطرينا ان احنا نعمل تعديلات على البلان بحيث ان احنا نوصل لاقصى استغلال للشقة دي من حيث المساحة، وفي نفس الوقت نوصل للصورة اللكجيريوس اللي العميل بتاعنا عايز يوصل له. بنقعد في المكتب وبنتناقش في متطلبات العميل وبنقترح عليه مقترحاتنا وهو بيقول لنا افكاره عشان نوصل لنتيجة مرضية لكل الاطراف. فمتطلبات العميل في المرة دي كانت ان الحمام بتاع اوضة النوم يكون بتاعها هي خاص بيها لوحدها في الماستر بيدروم، وكان متطلباته كمان ان الحمام بتاع الضيوف يكون خارجي ملوش دعوة بالفاميلي زون، وان المطبخ يكون جوه الفاميلي زون ما يكونش بره ولا مجروح من اي ضيف داخل الشقة. يبقى انا محتاج 3 حمامات. طبعا 3 حمامات بالنسبة للمساحة دي كان تحدي، فاضطرينا ان احنا نغير في بلان الشقة بالكامل. واحنا بنغير قدرنا ان احنا نحل مشاكل اخرى كانت موجودة بالفعل في البلان القديم. مجرد ما نفتح الباب مش زي التصميم القديم، مفيش تكسيرات ومفيش بيبان مش عارفة تودينا لفين، لا الموضوع بقى واضح جدا. وخلقنا في الحتة بتاعت المدخل ان يبقى فيه نوع من انواع الدواليب السحرية اللي بتفتح وانا مش عارف ده دولاب او مجرد بانوهات، واستفدنا بيها ان هي تبقى المكان بتاع الشوزز. وكمان التويلت اللي احنا اخدناه بره ده خلينا الحوض بتاعه يبقى خارج منه ويبقى شكله في حد ذاته ديكوري ولذيذ جدا وبيخدم على البارتيشن والجو الرخامي اللي حاصل حواليه. العميل عندنا كان بيطلب طلب معين ان هو عايز يبقى فيه زون مكتب ليه في الريسبشن، والزون ده طبعا يفضل ان هو يكون كاشف الفيو بتاع النادي عشان يبقى فيه اتصال بصري بينه وبين النادي، ويكون دي المكتبة والزون بتاعه اللي بيحب يقعد فيه عشان يقرأ او يشتغل. طبعا ده اضطرينا ان احنا قسمنا الريسبشن الى 3 قطع، قطعة الدايننج روم وقطعة الجلوس والقطعة بتاعة المكتب. بالنسبة للدايننج اريا العميل بتاعنا كان طريقة تفكيره مختلفة وعايز يحصل على حاجة فعلا شيك وحلوة، فاحنا كمان بدأنا نتحدى معاه الفكرة وعايزين نوصل لحاجة مختلفة عن كل الحاجات حتى اللي احنا عملناها قبل كده. فجينا نفكر في فكرة النيش، احنا مش عايزين نجيب نيش بعد ما نشتغل الديزاين بتاعنا بكل الماتيريالز وكل الافكار، نجيب نيش غريب عن الديزاين بتاعنا ونحطه سواء جاهز او عمولة، لا احنا قلنا عايزين ندمج النيش والبوفيه خاصة مع تحدي المساحات ان هما الاتنين يبقوا مع بعض ويبقوا بالماتيريال المناسبة اللي تبين شياكة المكان ده. استخدمنا ماتيريالز زي الرخام، واستخدمنا الرخام الاسود اللي فيه عرق ذهبي عشان يرد على النحاسيات اللي موجودة في البارتيشنز، وعملنا الشكل كله على بعضه مدموج في كيان واحد هو ده بتاع السفرة. وطبعا ده ادى في الاخر لشكل جميل جدا ومريح ما يحسسكش ان في حاجة دخيلة على المكان ده، ودعمناه بالاضاءة المناسبة وبالسقف الخفيف اللي بيرد على الدايننج اريا. وطبعا الدايننج اريا لازم تكون الخدمة بتاعتها سلسة من المطبخ، فحصل ربط ما بين الزون الداخلي والخارجي بباب جرار معمول باللون الاسود عشان يزود من شياكة المكان وعلاقته بالرخاميات السوداء، والدهانات بتاعته معمولة من نوع الاكريليك مش دهانات دوكو عادية، وكان الربط سلس جدا ما بينه وما بين المطبخ. الشقة عندنا كلها ارضياتها من الرخام تقريبا، يعني البورسلين والسيراميك مالهمش وجود هنا خالص، وطبعا ده من احب الاشياء لقلبنا لان الطبيعي مفيش زيه.
يعني استخدمنا نوعيات مختلفة، منها الأونيكس ومنها الأسود الأسباني ومنها نوعيات تعتبر من النوعيات النادر وجودها، وكله اشتغلناه بطريقة الأوبن بوك، وكل طاولة تم استخدامها بعناية وتنقيتها من الموقع عشان تدينا الشكل المطلوب، وردينا عليه في الناحية التانية بتاعة التلفزيون بنوع من القشرة الصناعي اللي تقدر تدينا الشكل الدياجونال اللي مجمع الشكل على بعضه، وبرده متوسطا ما بين شغل البلوكات الخشب اللي عاملة فريم لكل الشغل اللي في المنطقة بتاعة السيتنج اريا. للأسف احنا حاولنا نتعامل فيها الفرايتي يكون بالليفلز، والليفلز ما كانش الفرق بينها كبير قوي، وحاولنا نعمل ده عشان ما نحسسش بالزحمة، خاصة ان الارتفاع بتاع السقف ما كانش مساعد قوي ان احنا نعمل شغل كتير في السقف. فقدرنا نحل ده بان احنا نعمل فريمات بتعمل اطار للسقف ده، ووزعنا الاسبوتات بتاعته بفرايتي بين الورم وبين الابيض، لان في ناس بتفضل ده وناس بتفضل ده، لكن في الزون بتاعت القراية خلينا الاضاءة البيضة، وهي كده كده بتبقى الاضاءة النهارية خدمها لانها واخدة الفيو بتاع الخارج بتاع الشقة. بالنسبة للغرف الداخلية والحمامات، احنا في الحمامات استخدمنا الرخام في الحمامات بالكامل، حوائط وارضيات، وبرضو استخدمنا فيها طريقة الاوبن بوك، وجمعنا من نوعيات رخام كويسة جدا ومميزة لأي حد بيتفرج عليها. الشاور كابينتس معمولة من الازاز، وبالنسبة للمرايات استخدمنا فيها دايما فريمات، ما بنحبش المرايات تكون مجرد مراية ازاز محطوطة على الحيطة، خدنا فريمات مدية شكل بيرد على الديزاين اللي معمول في الشقة من بره. وبالنسبة للتواليتس كلها استخدمت من النوع الدفن عشان ما نشوفش البادي بتاع التواليت، لانه بقى حاجة ديتد ان احنا نشوفها. الكيتشن هنا بقى يعني ده معمول بمقاسات بريسايس قوي، ومفيش حاجة فيه متسابة للصدفة، فبالتالي انا مش هقدر النهاردة اضمه في الفيديو ده، انا هعمل له فيديو خاص للي مهتمين بموضوع طريقة تصميم المطابخ، وان شاء الله هنتكلم فيه في كل التفاصيل. الريسبشن بيبقى غالبا للضيوف، فالليفنج روم حبينا ان هي تبقى فيها شعور الانتيميسي وتكون الوانها هادية ومريحة للاعصاب، فاستخدمنا فيها نوع من التجاليد في الحوائط برضه يكون فيه شكل التجميعات الدياجونال من الخشب الطبيعي. وبالنسبة للارضيات استخدمنا فيها الخشب الارو المسيف، ومعاه تطعيم بالجوز ترك البني على اشكال هندسية عشان يبقى المكان برضه فيه يونيتي باشكال هندسية، والباب اللي بيفتح جرار برضو كان انكلودد في التصميم ان احنا ما نحسش ان هو باب خارج اطار التصميم ده ويبقى مريح للعين. بالنسبة لباب غرفة الليفينج ده، من جوه هتلاقيه بنفس لون التجاليد ومندمج معاها، وتقفله يكمل لك المشهد بتاعها، ومن الخارج بتاعه موجود باللون الاسود عشان يرد على الباب التاني بتاع الطرقة اللي بيوصل للريسبشن. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو.